نفسي أكرم كل الجيل اللي هو اللي أنا شايفة فيه. عايزة أكرم منا، ما كنتش عارفة أجيبها السنة دي، كان نفسي أجيبها لأن هي كانت مكرمة في مهرجان اسكندرية. نفسي كنت أكرم كريم لولا أنه هو مسافر. أحمد فكرت فيه بس هو بيتكرم في مهرجان القاهرة، فعندي يعني إيه يعني طبعا بدي برايوريتي المهرجان القاهرة لأنه يعني ده المهرجان بتاعنا الكبير، فما نقدرش نتعداه.